منطقة هنا اسمها الفيتاو. الفيتاو دي منطقة ريفية زي ما انتم شايفين، لكنها متصلة كويس بالطريق السريع اللي احنا كنا جايين منه، ده بيوصلهم بشكل يومي للناس اللي عايزة تروح فرانكفورت او عندهم شغل هناك. فهي منطقة ريفية لكن متصلة كويس بالمدينة. وإيفاك اللي هو المعهد، معهد الاقتصاد، فإيفاك اللي بتعمله مع المكان اللي احنا رايحينه زي توقعات وتنبؤات للاحتياجات اللي هم هيحتاجوها في المستقبل، في 3-5 سنين مستقبليه. يعني مش احنا بناخد بأثر رجعي شويه، عندنا بنشوف السنه اللي فاتت حصل تطور ازاي، بس الجزء المهم ان هم بيعملوا لهم زي دراسات تنبؤيه. وجزء من الشغل او دور ايفاك كبير هو ان هم بيركزوا على ال 26 بلديه دول، هم يعملوا لهم تنبؤات لسوق العمل. التنبؤات اللي هم شغالين عليهم دلوقتي ل 2022، يعني ل 3 سنين. المكان اللي احنا رايحينه او اللي هو الدائره او البلديه اللي احنا رايحينها ديسن، يعني هم راحوا ديسن يوم 26 سبتمبر 2018 وناقشوا الارقام والتنبؤات. وال هما النهارده هتلاقيك هو زي جزء من العرض اللي عملوه، العرض اللي كانوا عملوه في سبتمبر اللي فات اللي مكتوب بالالماني. ها هتشرح لنا الخرايط والجرافس والارقام بس عشان يبقى عندكم فكره. ده جزء من العرض. خلاص 19,000 الثلاثة على بعض ماشي، ولكن اللي هنا مصنفينهم بالسبب. ايه السبب اللي هم محتاجينها؟
السبب الاولاني ده بالماني الغامق، وده اكبر حاجه، ده بسبب ان في ناس بتطلع من سوق العمل علشان هم جزء من البيبي بوم اللي هم بيكبروا في السن وبيطلعوا على المعاش. ها بالظبط، كبار السن. فده الاحتياج الاكبر، يعني بيحصل الاحتياج الكبير ده بسبب الفئه دي، الفئه العمريه اللي بتطلع بره السوق. الاخيره اللي هي الاورنج الفاتح ده باسباب ليها متعلقه مثلا بالصحه او باسباب تانية غير اهم حاجه اللي هي الاورنج الغامق. لو انتوا اخدتوا ال 16000 وقارنتوهم بال 19000 في فرق ايه بالظبط؟ العجز او الميس ماتش اللي هو ال 3060. تمام، لما بياخدوا فرصه عامه، نظره عامه عن الموضوع، بيدخلوا مهنه مهنه يشوفوا الاحتياج بتاع السوق من 22 لمنطقه جيسن، ان فيها مثلا من ال 26 بيعرضوا عليهم المعلومات والتنبؤات اللي هم درسوها، وبيتكلموا على استراتيجيات ازاي هيحلوا الفجوات اللي لقوها في الدراسه دي. بيتنبؤوا الارقام والاحتياجات بتاعت سوق العمل، وحلها بيجي من البلديه نفسها. احنا النهارده عايزين نفكر في اللي احنا شفناه النهارده، اللي بتستخدم في البلديه بتاعت جيسن علشان يعملوا بيها اجراءات واستراتيجيات.
Thank you.